السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في سادس حلقة من سلسلة مقارنات وتقييمات. في الحلقة الثالثة كنا عملنا مقارنة بين الإثيوبي وكنا خدنا براون نوز وكان مين يا عمر؟ كايرو. وكايرو تمام كده، اللي ما شافش الحلقة طبعا اللينك بتاعها اهو. وكان اتبقى لنا ستاربكس ونابريسو. فالنهاردة في الحلقة دي عشان زي ما قلنا ان احنا صورنا كل ده في نفس اليوم وعشان ما يعرفوش يغشوا اللي احنا بنعمله، النهاردة هنعمل النوعين التانيين معانا اللي هو نابريسو و ستاربكس. عمر ممكن ترتبهم لي؟ ستاربكس واحد، نابريسو اثنين. طيب ستاربكس يبقى رقم واحد، نابريسو اثنين. نفتح الحاجه ونفضي في الكوبايات ونطلع زي ما تعودنا ونشوف الموضوع هيمشي ازاي. فيلا بينا. ورجعنا لحضراتكم في الحلقه السادسه واول تقييم زي ما تعودنا. هنحط دلوقتي قدام الحكام بتوعنا انواع البن اللي احنا اخترناها ونشوف هل هيقدروا من شكل الحبه يعرفوا اذا كان ده بلده ايه او البراند ايه. فيلا بينا. تبعا لكومنت حد نعزه جدا اقترح علينا ان احنا بدل ما يبقوا 3 كوبايات بس ويتقسموا بين الحكام، يتعمل لكل حكم كوبايتين او 3 كوبايات على حسب الانواع، ويبقى في ايده الثلاثه قدامه او الاثنين قدامه ويقدر يشوف الانواع براحته. وبالتالي ده احنا هنعمله دلوقتي. احنا دلوقتي معانا النهارده احنا عارفين ان احنا بنقيم نوعين بس، فعندنا لاول حكم واحد واثنين وثاني حكم واحد واثنين. طبعا مش هنعرف بقى الحكام، احنا خلاص عرفناهم يعني. واحد واثنين. بدل ما كانت الكوبايات بتلف علينا، كل واحد فينا قدامه كل الكوبايات اللي هم اثنين اصلا. عرفت؟ اكتب لي على الورقه كده. هغششك؟ اه اكتب لي على الورقه كده. انا حاسس الغمقان قوي ده. ايه؟ ده يعني يدي ستاربكس. وهنبدا مع مصطفى. مصطفى يا ترى ايه رد فعلك عن النوع بتاع النهارده؟ بص، هو نوعين، فيهم واحد غامق قوي، غامق كده شبه التحميصات اللي بيعملها ستاربكس تقريبا يعني. مين فيهم؟ رقم واحد. ماشي. ورقم اثنين. تمام. يعني تحميصه وسط. تمام. غالبا جواتيمالا. غالبا جواتيمالا. تمام. حاجه عايز تضيفها؟ لا نذوق بقى. طيب. انا عايز اشرب. احمد تقريبا برضو اول نوع، يعني انا حددت البراند زيه ستاربكس بسبب غمقان اللون وفي نسبه براكج يعني بقاله مده طويله ونقل والكلام ده، فعمل كسر كتير. في رقم اثنين لا مش عارف احدد البراند، لكن انا يعني اول ان اول شايف ان الحبات تدي برضو جواتيمالا. بدر نفس التعليق، رقم واحد ده اعتقد ان هو ستاربكس جواتيمالا، ورقم اثنين انا ما اعرفش البراند بس هو برضو اعتقد ان هو جواتيمالا. تمام، شكرا لكم. هنبدا دلوقتي نعمل الشوطات بتاعتنا ونحطها للحكام، فتابعونا. وجهزنا اول شوطه هينزل الحكام. يا الله يا ساتر يا رب، اصل طعم كربون. طعمه اتعدل شويه بعد ما تبدا تشرب منه. لا لا، بعد ما تصدم طعمه ما اتعدلش. لا انت اتعودت عليه، انت خلاص يعني بقى بالنسبه لك عادي عشان هو ستاربكس. خليكم كده عاملين تقولوا ستاربكس شكلها وحش جدا في الفيديو، المره دي مش هقطع حاجه. تخيل يطلع في ستاربكس في الاخر. خليكم كده عاملين ايه؟ لا هو ستاربكس بقى. ما ينفعش ما يكونش حد يبقى حد بيقلد ستاربكس. تاني شوط عندنا جاهز يا جماعه اهو. توضيح بس لحضراتكم، احنا ليه عملنا حته ان الشوطات تنزل مع بعض؟ اولا عشان نسهل على الحكام ان هم يقدروا يقارنوا بين الانواع ورا بعض على طول، لان احنا لما بنعمل شوط وبنستنى ممكن يكون الحكم نسي شويه الطعم فما بيبقاش عارف يحدد بدقه. النقطه الثانيه عشان الوقت، حضراتكم كتير اشتكيتوا من ان الوقت بيبقى طويل فبنحاول نقلل قدر الامكان. فالحكام بيشربوا شوطين ورا بعض وبيقرروا ساعتها مواصفات كل نوع وايه اللي يميز كل نوع، فده تبعا للريكومنديشن بتاع حضراتكم. اتفضلوا معانا. انا خلصت. انت خلصت ولا خلصت؟
انا خلصت. بص انا هعمل حاجه كده اخيره. وايه بقى؟ بس ما تكسرش الكوبايات. لا خالص خالص. انا هاخدها ونروح. ثانيه واحده. هنحطهم على بعض يا جماعه ودي قمه التميز. صح قوي. ونبدا بقى ميكروفونك يا احمد لو سمحت وعلى صوت. مبدئيا النوع الاولاني اللي انا بخمن ان هو ستاربكس وبنخمن برضو ان هو جواتيمالا. حرام عليك يا اخي ليه كده؟ ليه؟ كنوع الاروما سويتي مع هنت اوف كربون. حاسس ان في كربون ده يرجع للتحميص يعني. انه غامق. الفليفر مديني كربون. البادي ميديوم. الاسيديتي قليله. مادام المراره زادت هيبقى الاسيديتي قليله وشبه معدومه يعني. بيترنس كتير. المرارة كتير قوي. النوع ده ينفع الاسبريسو. تقريبا كل اليوزرز او معظم اليوزر اللي بيستخدموا ستاربكس بيروحوا للاسبريسو او كبراند. هما بيجروا وراه كبراند. النوع التاني الاروما بتاعته ناتس وسويت. سويت واضح اكتر. الفليفر بقى مديني ناتس يعني حاجة كده انا حسيتها اللي هو الالموند اللوز مع الاماريتو. مش عارف الناس تعرف اماريتو ولا مين؟ الاماريتو عروستي. حياتي كلها انا عارف ان انت قمر بس مين اماريتو دي؟ الاماريتو ده اللي هو فليفر اللي هو خلاصه بذره المشمش. اللب الابيض يعني. لا لا اللب الابيض طلع خلاصه بذره المشمش. بذر المشمش ده بيتجاب بيتحمص يعني بيطلع منه فليفر. انا اسكندراني ممكن اقول كلمه هتفهم غلط طالما انت قلت كده. بذر المشمش بيطلع منه فليفر اسمه اماريتو. تمام. بيستخدم اوقات في 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 درينكات الكحوليك وبيستخدم في البار عندنا برضو. الاماريتو برضو بيستخدم في المصريين بيستخدموه كدقه يعني بيدق. تمام. أيوة وبيتحط مع صح ولا ايه؟ ايوه ايوه صح صحيح. فهو خلاصه الاماريتو بيبقى فيه هاند بيترنس مرة. تمام تمام. البادي ميديوم لهاي. الاسيديتي موجوده. افتر تيست فيه بيترنس قليل. طيب النوع الاولاني اسبريسو. تمام. النوع الثاني اسبريسو وينفع فلتر كوفي. ما هو ده السؤال اللي انا اساله. ينفعوا الاثنين اسبريسو ولا لا؟ الاثنين لبن ولا ساده؟ ينفع الاثنين. طيب. بس الاولاني اكتر. اوكي. اكتر لبن. طيب هل ينفع في تولز ثانيه؟ الاولاني لا. الثاني ينفع في ينفع في الفلتر. تمام. في الفلتر اكتر بالفلتر. وينفع في الموكا بوت بس في الفلتر هيبقى اقوى. في الفلتر اكتر. حاجه ثانيه يا احمد. شكرا مصطفى. اتفضل. رقم واحد ده كان مرار السنين. اوكي. اول حاجه الاروما ريحه شياط. فانت بتشم كده ريحه ايه؟ هقول لك ايه بالظبط. عارف لما تيجي تعمل كراميل فتحط سكر على النار فتسيبه لحد ما يشيط سنه؟ هي دي الريحه اللي انا حسيتها. البادي بتاعه كان متوسط لتقيل. الكريمه بتاعته خداعه يعني. في الاول كده كانت في كريمه اول ما خرجت على ما الشوت اتحط قدامنا الكريمه قلت خالص. الفليفر اللي هو انت قلت عليه كربون انا ترجمته طافيه سجاير. يعني انا حسيت ان ايه في ريحه طافيه سجاير كده مع الطعم اللي هو السكر المحروق اللي انا قلت عليه. اسيديتي بتاعته متوازنه. السويتنس زيرو مش سويت خالص. طبعا البيترنس بتاعته المراره عاليه. افتر تيست مراره مكمله حتى بعد ما شربت الثاني يعني. الثاني الافتر تيست بتاعه خلص ورجعت للافتر تيست الاولاني اللي هو مكمل معايا النهارده المغرب تقريبا. محمد ده انسب مشروب لمصر. ده انسب راح المرور. ده ينفع. انا برضو بقول ان ده جواتيمالا. مش هقول بقى ستاربكس او لا لانه لو ما طلعش ستاربكس هيبقى شكلنا وحش قوي بصراحه. لا وانت تدعي انا بير المفهوميه. لا بس هو جواتيمالا وغالبا ستاربكس. من شكل التحميصه والريحه يعني. طيب اسبريسو ولا ده اسبريسو لبن بس الواحد واثنين ولا يعني ده انت عايز تعمل. انا بتكلم على واحد اسبريسو لبن تشربه مع مشروبات اللبن ده يبقى عالمي. ينفع حاجه ثانيه؟ لو شربت اسبريسو لوحده هتزعل. ولو جربت تحطه في 6 تي او اي حاجه فيها فلتر هيطلع منه طعم مش حلو. ولو جربت تحطه في تركي هيطلع وحش يعني. هو اسبريسو لبن. رقم اثنين يتعمل فلتر. وما احبش اعمله اسبريسو لان الحمضيه فيه عاليه قوي. وما احطش عليه لبن لان حمضيته العاليه مع اللبن هتبوظ الدنيا. ينفع مع حاجه ثانيه؟ رقم اثنين فلتر. فلتر برضه. فلتر. وما تحطوش ما تحطوش في موكا بوت برضه. عشان انا سمعتك بتقول موكا بوت. لا هيبوظ اصلا. انت متخصص موكا بوت. لا هتحطه في موكا بوت ده؟ لا 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 خالص خالص. طيب اي حاجه ثانيه؟ انت موكا بوت. حاجه اوضحها عن رقم واحد. والله انا مش بقطع فيه بس انا حاسس الطعم كده. الطعم مديني عيش متأمر محروق.
يعني تشربه مع مش طب والله تصدق العيش اللي هو عارف انت لما بيعملوا في البوتاجاز الحته اللي بتبقى الدايره الرخمه دي مع الجبنه اما تنساه وانت بتتفرج على نبيز نبيز اللذيذ طيب تمام يس هو ختامها مسك اتفضل يا بدر رقم واحد نتكلم عن الاروما كان هو في دارك شوكليت بس تقيله قوي وفي ناتس خفيفه وفانيلا خفيفه جدا بس سموكي جدا لدرجه ان السموك مضيع اي طعم تاني من شده اللي هي درجه التحميص بتاعته. البادي بتاعه كان متوسط، الاسيديتي مفيش خالص، السويتنس مفيش، هو بيتر خالص، مر جدا. الافتر تيست مرار برضو، ده مناسب جدا لمشروبات اللبن اكتر. هو ينفع اسبريسو بس هو لمشروبات اللبن هيكون افضل كمان. رقم اتنين كان في برضو طعم شوكولات خفيف، وكان البادي بتاعه اخف من الاولاني وفي اسيديتي يعني اعلى من الاولاني شويه، وبرضو مفيش سويتنس وفي مرار، واعتقد برضو ينفع للاسبريسو وللمشروبات اللبن، بس عموما يعني النوعين مش مناسبين ليا شخصيا، مش من تفضيلي الشخصي. اوكي، حلقات فاتت قلت ما بتحبش المرار. خالص عامه، فاي حاجه فيها مرار مش تبقى بالنسبه لك كويس. بالظبط. ممكن نضيف حاجه في حته التولز الثانيه اللي ممكن تستخدم ولا نفس راي الزبط؟ رقم واحد هيبقى مناسب اكتر لاسبريسو ومشروبات لبن، رقم اتنين ممكن اسبريسو ممكن فلتر. اوكي، يعني قريب جدا من اللي اتقال. المفروض دلوقتي هنقول الانواع لحظه الحقيقه، ولكن كما اعتدنا عايزين معلومه من كل واحد من حضراتكم عشان نفيد المشاهدين، وهنبدا زي ما بدانا استاذ احمد. في معلومه كده، في اختلاط بس بين الامريكان كوفي والكوفي امريكانو. الامريكان كوفي هي قهوه متفلتره اللي هي ليها مكنه معينه، تمام، بفلتر ورق او شبيهه بالفي 60، بس دي بتتعمل وبتتحط في دوره وبيبقى تحتيه سخان، ودي امريكي، يعني هتلاقي الامريكان اكتر ناس بيشربوها، وفعلا خمس الانتاج العالمي الامريكي، تمام، في كاستهلاك قهوه عامه، يعني سواء اسبريسو ولا غيره، بس ده مشروب الشعبي بتاعها. لكن الامريكانو هو دبل اسبريسو، تمام، متخفف بميه سخنه وبياخد لبن اوتسايد، واللبن المفروض يبقى بارد علشان لما يتحط عليه يعمل كولد داون لدرجه الحراره بتاعه الميه السخنه، الميكس مع الدبل اسبريسو، فينفع ان هو يتشرب. ده الفرق بينهم. والمعلومه دي جت ان يعني بيقال ان بعد الحرب العالميه الثانيه الامريكان عملوا ترانزيت هم وراجعين بلدهم كجنود في ايطاليا، فبقوا يقعدوا على الكافيهات، فهو ثقافته بيشرب القهوه متخففه، فبتنزل له اسبريسو، فبيطلب معاها ميه سخنه ولبن بره، فبيضيف ده على ده، فجت الفكره ان الطليان بقى يقول له امريكانو يعني قهوه بتاعه الامريكي، فبتنزل بالظبط قهوه الفرافير. تمام، ده الفرق بين الامريكان كوفي والامريكانو. تمام، شكرا يا احمد. مصطفى اتفضل. طب انا عايز اقول حاجه بس الاول. اتفضل. هو انا لو حلفت لكم على ايه ان انا كنت هقول اللي احمد قاله هتصدقوه؟ ده سرقه علن، يعني بسرق مصطوطي. والله العظيم انا كنت هقول المعلومه دي. يعني كنت الصدف اللي صعب تحصل. الحته الاولانيه انا كنت هقول، طب انا هدخل في الحته التاريخيه واقول لكم عشان كده بتصعب عليا. فانا مستغرب اللي هو في ايه. لا انا بص، انت ما تجيليش، انا عندي ايوه انت دارس بره جوه. تعدي تورط خواطر. طيب انا اقول لك حاجه بس. انت شعر، انت راسك يعني مش متغطيه، فانا شايف كل حاجه جوه. ده من الذكاء، الله اكبر عليا. طيب بص يا سيدي، انا ممكن اكمل لك لو انت فاكر الحلقه اللي فاتت كنت بقول لك على معلومه للموكا بوت وانت قلت لي خلي التالت. يعني انا حاسس ان هو متخصص موكا بوت. بحبها قوي. دارس موكا بوت بس. بحبها كت. بص، الموكا بوت لو انت عندك الموكا بوت اللي هي الاساسيه الاثنين كوب اللي هي عند معظم الناس، والجوان اللي جوه بدا يتاكل او بدا يبوظ، ده هيخلي الموكا بوت تطرطش بشكل كبير. لو انت عايز تغير الجوان ده انت ممكن تطلبه اونلاين من امازون او تروح تجيب اي جوان مناسب، بس هيبقى غالي. ممكن تعمل حاجه بسيطه قوي، لو انت عندك اي فلتر ميه تحت الفلتر بيبقى فيه جوان ابيض، الجوان ده لو شلته وحطيته في الموكا بوت هتلاقيه على قدها بالظبط، ممكن يتشال منه مثلا ملي ولا حاجه من جوه. ده لو ركب عليها وركبته وحطيته على النار وسبتها تعمل مره واحده، الجوان ده هيفضل معاك على طول مش هيتغير تاني، وده هيحل لك مشكله التسريب بتاع الضغط بشكل كبير. حلو جدا، شكرا يا مصطفى. اتفضل. في مصطلحات كتير في الاسبريسو اللي داخل جديد للاسبريسو او داخل جروب جديد، فمش عارف المعلومات اللي بتتقال دي عن ايه،
زي كلمة استخلاص، برضو علاقة الاستخلاص ده بمرارة وحلاوة القهوة نفسها. كلمة استخلاص هترجعنا لمعنى إسبريسو. إسبريسو ده مشروب بيتعمل بيعتمد على ضغط المية على درجة حرارة 90. المية بتمر على البن مطحون طحنة فاين. البن بيكون موجود في حاجة مدورة اسمها باسكت. مش هطول كتير. لباسكت حاجة اسمها مضغوط وغير مضغوط عشان الناس بتتلخبط. كل المكن المنزلي معظمه بيجي او 90% منه بيجي بحاجة اسمها باسكت مضغوط. الباسكت المضغوط دي بيكون باسكت فيها خرم واحد بس. دي بتعتمد مش محتاجة حد يكون بروفيشنال في موضوع الاسبريسو. فمجرد ما المية ضغط المية بيجي على القهوة بيطلع القهوة برغوة كبيرة جدا وبيكون مناسب للناس اللي هي في البيوت. وفي حاجة تانية من انواع من الباسكت بيكون باسكت فيها خرام كتير، دي للايه؟ للمكان البروفيشنال. طيب الاستخلاص امتى يكون الشوت مر او الشوت طعمه ملح؟ الشوت لو وقته زاد وقت شوت الاسبريسو عموما من 20 ل 30 ثانيه. لو الوقت قل عن 20 ثانيه ونزل الشوت بسرعه، ده معناه ان الطحنه خشنه وهيطلع الشوت طعمه ملح او طعمه حمضي جدا. طيب لو الشوت زاد وقته عن 30 ثانية كده هيطلع الشوت مر جدا، وده بيبقى اسمه اوفر اكستراكشن. اقل من 30 ثانية بيبقى اسمه اندر اكستراكشن. شكرا. انت قلت معلومات لاربع حلقات. حانت لحظة الحقيقة، ولكن قبل ما نقول يا جماعة النوع بتاعنا ايه، حابين نشكر جدا 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 زي كافيه. بصراحة الناس مش باخدين علينا بأي مجهود، ربنا يجازيهم خير، مساعدنا بقدر الإمكان. هنقول النوع أولا هو احنا قلناش يا جماعة أكتر واحد عجبك؟ مش محتاجين نقول، مش محتاجين يعني باينة أكيد رقم واحد هو محتاجين نقول. طيب يعني في إجماع فعلا إن رقم واحد خلوهم في التفضيل؟ ده حقيقي. بص هي ممكن أقول حاجة في ثانية، أقلهم في التفضيل عشان حاطينه إسبريسو قدامنا، بس انت لو كنت جبت لي ده معمول فلات وايت جنب ده انا كنت هشرب ده وانبسط قوي، بس كاسبريسو ده ما يتشربش اسبريسو. واحمد نفس الكلام؟ نفس الكلام يعني. مش بفضل الاثنين اصلا. طب اساسا انا ما جيتش. طيب النوع يا جماعه هو اثيوبي. بس كده شكرا. الاول عندنا زي ما انت قلت ستاربكس فعلا، والثاني نبريسو. فدي حاجة كويسة جدا. فاضيين بقى كل شوية. طيب احنا كنا سعداء جدا بوجودكم معانا في الحلقة دي، ونشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقات القادمة، وينتظرونا ان شاء الله، مستنيين تعليقاتكم. لو في اي حد عنده تعليق يحطه لنا في الكومنتس، واحنا بنحاول زي ما انتم شايفين نعدل السكريبت بقدر الامكان كل مرة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.